النهارده لانه برضو من ضمن البزاءات اللي بيقولوا الاخوان عن مشروع نيوم، هنتكلم النهارده شويه عن الترهات والخرافات اللي بينشرها الاخوان على صفحاتهم خلال 48 ساعه الماضيه. الاخوان بيشوهوا مشروع نيوم. احنا قلنا قبل كده مشروع نيوم هو مشروع المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع مصر والأردن أعلنت عنه، خصوصا بعد مجيء ولي العهد محمد بن سلمان. هذا المشروع سيدر دخل سنوي على هذه الدول، يعني البعض قدره على الأقل ب$50 مليار سنويا. المشروع ده ياخد جزء من مساحة المملكة العربية السعودية، ياخد حوالي 1000 كيلو من مصر منطقة سيناء، وهياخد هو هيبقى في غرب المملكة السعودية، يعني جزء من شرق شبه جزيرة سيناء وجزء أيضا من الأردن جنوب الأردن. الإخوان بيروجوا للمشروع على إنه صفقة القرن. قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ يعني ده كلام الإخوان الخارف، إنه المشروع ده هيخلي الفلسطينيين يمشوا من غزه يقعدوا في سيناء ويقعدوا في جزء من ارض الاردن وجزء كده، وعلشان تبقى قطاع الضفه وغزه كلها تبع اسرائيل. كلام اللي بيروجوا الاخوان اللي هم بينفذوا اجنده صهيونيه، كلام غير حقيقي. قعدوا يرددوا صفقه القرن صفقه القرن، وفي اتفاقات سريات مضت، وفي وفي وفي. الاعلام الاسرائيلي نفسه طلع كذب هذا الكلام، والحقيقه النهارده بتتقال على ارض الواقع. الرئيس لما زار منطقة نيوم مع الملك سلمان ومع وفد سعودي ومع ايضا وزير الدفاع المصري ومع رئيس المخابرات اللي هو عباس كامل، كان الكلام واضح. ايه المشروع؟ هيتعمل فيه ايه؟ احنا معانا فيديو صغير عن المشروع يا شباب، صح؟ يا شباب طبعا النهارده كان في مأدوبة غداء كان فيها صاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان العزيز ولي العهد، وكان فيها ايضا الامير خالد بن فهد بن خالد والامير منصور بن سعود والامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقه تبوك والامير طلال بن سعود بن عبد العزيز والامير فهد بن عبد الله وعدد كبير جدا من الامراء، خدوا بالكم، وزراء والحكومه تقريبا السعوديه كلها كانت موجوده. وكان فيه من مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع وايضا اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. عايز اوريك جزء بسيط عن المشروع، لان هذا المشروع بيمثل الحقيقه مستقبل زاهر جدا 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 لشعوب الدول الثلاث. نشوف جزء كده بسيط، انفوجراف كده عن المشروع. الحل الريبورت ده مختصر ايه الموضوع بتاع نيوم، وفي افاق اقتصاديه رهيبه. وعايز اقول لكم ده مشروع موجود منذ يمكن الستينات، وكل شويه يطرح في اطار الجامعه العربيه في اطار، لكن لم يتم ايقاظه وتنفيذه الا هذا العام 2018. كلمه نيوم اختصار لنيو، نيوم يعني جديد، والام يعني هو نيوم، نيوم يعني من الحروف اللاتينيه يعني جديد، والام واخدينها بالعربي يعني مستقبل، يعني اختصار لكلمه او معنى مستقبل جديد. الكلام جميل جدا. 70% من سكان العالم يصلوا لهذه المنطقه في اقل من 8 ساعات. المنطقه دي هتبقى اهم منطقه سياحيه وترفيهيه في العالم، هتبقى اهم منطقه للانتاج الاعلامي والسينمائي والفني، هتبقى اهم منطقة لسياحة الغوص في العالم، هتبقى اهم منطقة للانترتينمنت وايضا للصناعات الصديقة للبيئة، يعني هيبقى في مجمعات صناعات صديقة للبيئة لاول مرة. هما بيفكروا يعملوا ايه بقى؟ يعملوا اللي هو ما بعد اليابان، يعني اذا كانت اليابان وصلت لاحدث تكنولوجيا في العالم، احدث حاجة في العالم، هما بيفكروا يعملوا ما بعد اليابان اللي هو السمارت وورلد او العالم الذكي الصغير. معايا خالد النجراش المحلل السياسي السعودي. استاذ خالد اهلا بيك. استاذ محمد قول لي يعني بعد اللقاء النهارده وبعد زياره الوفد المصري برئاسه الرئيس السيسي ولقائه محمد بن سلمان ولي العهد، ايه ردود الافعال عندك واشمعنى النهارده؟ يعني ليه النهارده هذا اللقاء المفاجئ لينا حتى كوسائل اعلام؟
مساء عليكم بالخير جميعا. طبعا هي قمة سعودية مصرية. نعم. نقدر نسميها قمة ذكية. نعم. بما أنها عقدت في المدينة